هل معناتها مفارقة هي من جد تلفت الاهتمام زيارة وزير الخارجية السوري واللقاءات متاعه؟ كي نشوفوا البيانات الرسمية ثم تركيز على التعاون الأمني، نعرف الكل اللي حرب العالم عاشتها سوريا طوال العشر سنوات الأخيرة، وتوانسة كان عندهم يد كبيرة فيهم من خلال عملية التسفير ومن خلال الإرهاب والتنظيمات الإرهابية اللي كانوا يقفوا وراهم الشباب التونسي اللي تم التغرير به، من قبل طرف سياسي سيحاسب ويتحمس السياسي هذا. هل مطرش اللي الزيارة هذه باش تكون فاتحة لعديد الملفات بينها اللي كانت تذكر فيها مدام جفيري طوى بخصوص هالمال الفاسد والإرهاب كله؟ أولا زيارة الوزير السوري هي زيارة في غاية الأهمية، حدث كبير وحدث كبير، وهي إنجاز مهم، لأنه سمعنا كثيرا عن عودة العلاقات ولكن لم نرى منها شيء. اليوم سوريا تتعرض إلى عدوان إسرائيلي، باجي قائد السبسي حاول ولكن ما نجمش، لأن كان هناك من يعترض، أولا حركة النهضة، وثانيا كان منعينه لأنه عندهم أحوال باش يقيدوا به. يعني إذا كان احنا نحب نعالج ملف التسفير، تقصد على الملف تاع ولده؟ أكيد أكيد. إذا احنا كنا نحب نعالجه ملف التسفير، فالمعلومات الحقيقية عن التسفير هي عن سوريا. 6000 تونسي معناها بين من توفى ومن اعتقل، ووقع التحقيق معهم ولهم معطيات دقيقة، فبالتالي ليس من مصلحة من سفروا أن تعود العلاقات إلى تونس. ولذلك أنا الحقيقة سعيد جدا أنه المقداد زار تونس، سعيد بهذا. والحقيقة أنا كنت في أكرا وكان فيه مؤتمر لنقابات الحركة الإفريقية، وقلدت سوريا جائزة تكريم، والنقابة الإفريقية زارت دمشق قبل ذلك، زارت دمشق وأيام كانت سوريا معزولة. فبالتالي أنا أعتقد أنه زيارة المقداد سوف ثم تعاون أمني، هذا أكيد جدا، وسوف يفيد تونس في علاقة بالإرهاب وفي علاقة بالتصفير وبكثير من القضايا. واضح. ثم تونس سافروا لسوريا ويقولوا أنه تمكنوا من الاطلاع على ملفات مكنتهم المخابرات أو السلطات السورية بخصوص تورط تونس وشهادات واعترافاتها. من بين الشخصيات اللي تعرفها سي عبد المجيد، زوجة الشهيد محمد البراهمي السيدة مباركة البراهمي اللي سافرت لسوريا، وهي بيدا تحكي تقول أنا طلعت على أسرار مع ملفات كبيرة. صحيح، هم مجموعة كبيرة من اللي تشدوا موقفين توا وعندهم أسرار، يعرفوا مستعدين، أكد أنهم مستعدين يقولوا شكون السفر، بدءا من المسجد، اسم اللي لاهي بها في المسجد، وصولا الى الديوانه، وشكون عطاهم باسبور، شكون وصلهم، وشكون يسير فيهم غادي او اللي ينسق بيناتهم. وهذا بين قوسين الحكومه السوريه والرئيس السوري على استعداد تام باش يقدم شيء هذايا لحكومه، عنده ملفات جاهزه، واعترافات جاهزه. وحتى الموقوفين تو هم بيدهم بعد المده هذه، بعد ما صار وهزيمه الاخوان الحرب الشنيعة اللي صارت على سوريا والكارثة اللي صارت على سوريا، توا عندهم استعداد اعترافات بالاسم. لكن سوريا قبل ما حبش تعطي الملفات والاسماء هذه، لان اللي كانوا يحكموا قبل هما بيدهم تورتي، كيقول انا حركة النهضة بالاساس هي كانت تحكم، هي كانت تحكم وهي متورطة. وعلى هذاك توا جايت وزير الخارجية السوري اللي هي من ناحية حتى نفسانية، حتى وجدانية أيضا، تحس أنه جزء من هويتنا العربية رجعت لنا إحنا كتوانسة. ثم أيضا حركة الدعوة اللي عملها رئيس الدولة لرجال العلاقات، هي أيضا زادة مسح ذاك العار اللي كان وصلنا لمدة 10 سنوات اللي بداه بيت النهضة والمرزوقي خطر العلاقات. اليوم هذا كله
الملفات جاهزة، وأعتقد أيضا باللي صار توا بالبحث اللي صار توا مع الغنوشي وبالمكافحات للناس الموقوفين حاليا من حركة النهضة في المكافحة والاعترافات عطوها لبعضهم، يبدو أنه حتى الملفات هذه ربما نستغني عنها لأنه الشيء ده الملفات ينتشر تكشف وكوارث كبيرة باش تبان.